خطوة جديدة لتشات جي بي تي من اوبن اي اي اطلاق لابليكاسيون على اي او اس. توتر العلاقات بين مايكروسوفت وتويتر، رسالة مفتوحة من ايلون ماسك لساتيا ناديلا. تفاصيل جديدة فيما يخص الريزو سوسيال متاع ميتا المنافس لتويتر. الاثنين 22 مايو 2023، اهلا وسهلا بكم في موعد جديد مع قناة التاسعة في التاسعة تريندينج باي اوريدو، الرانديفو اللي من خلاله ركزوا على اخبار الكولتور جيك. موعد يومي جمعتنا كالعادة نقاو فيها موعد مع الجيمينج وستريمينج، ابرز الافلام والسيريات والجو فيديو اللي يخرجوا في اول جمعة هذه، لكن هذا ما يعنيش انه ما فماش اخبار تحركت بهم التكنولوجيا في اخر الجمعة اللي فاتت ولا اول جمعة هذه. تو تشوفوا فما البلان تاع الاخبار تاع الزين نوفاسيون تلقاوها بعد شويه. نذكركم انه موعدنا كالعاده يبدا برقم اليوم، ورقمنا يهزنا لنتفليكس، 5 ملايين مشترك في نتفليكس عن طريق لوفر اللي تعتمد على الببليسيتي. اللي ما في بالوش، في اخر 2022 بالضبط في شهر نوفمبر نتفليكس اعلن على اطلاق لوفر نتاعو اللي تعتمد على الببليسيتي. اوبن اي اي اللابوراتوار ولا الشركة الام نتاع تشات جي بي تي اعلنت على اطلاق اون ابليكاسيون اي او اس بالنسبه للتشات بوت كونفرساسيونيل نتاعها. الخطوه هذه خطوه مهمه، علاش؟ على خاطر المره هذه تشات جي بي تي باش يولي ديسپونيبل واكسيسيبل فيا الايفون. الاطلاق مؤقتا في امريكا فقط، وباش يبدا بشويه بشويه اللونسمون على المستوى العالمي ساعات قليله بعد الاعلان نتاع اوبن اي اي على الاطلاق نتاع الابليكاسيون على اي او اس. كانت أبل منعت الموظفين متاحة من استعمال الابليكاسيون وتشات جي بي تي على الايفون متاحهم. علاش؟ على خاطر شركة أبل عندها شكوك فيما يخص المعطيات اللي تتحصل عليها اوبن اي اي، وأبل خايفة من تسريب معطيات خاصة بالخدمة متاحة. بالمناسبة أبل في قلب مشكلة كبيرة بالنسبة للموضوع هذا، بما أنه أبل فاقت أنه فما العديد من المعطيات السرية متاحة استحوذوا عليهم موظفين اللي اليوم يخدموا في شركة صينية. دوسي كبير بالنسبة لشركة أبل اللي لها بي، وفما تحقيقات بالنسبة للموضوع هذايا فيما يخص تجسس شركة صينية على شركة أبل. في موضوع واحد آخر عنده علاقة بالإيفينمون تاع 5 جوان، الكونفرنس الافتتاحية تاع WWDC في الأبل كامبوس. الإيفينمون هذايا باش نكتشفوا من خلاله الكاسك تاع رياليتي ميكست. آخر الأخبار من مصادر صحفية قريبة لشركة أبل، والخبر نقلوا موقع 9to5Mac، قال انه فما حذر شديد بالنسبه للمسؤولين الكبار نتاع شركه ابل بارابور الكاسك هذايا والاستعمال نتاعو. الشيء هذايا خلى شركه ابل تخمم انها تبيعه بسوم ارخص من ما هو منتظر. لحد الان مازلنا ما نعرفوش قداش السوم، لكن كل الاخبار اللي حكيت من قبل على تحذيرات ابل لاطلاق الكاسك نتاعها تحكي على سوم غالي برشا بالنسبه للاطلاق. يمكن ياسر شركه ابل باش تراجع السوم نتاع الكاسك هذايا حتى قبل الاطلاق نتاعو، نظرا كيف قلت لي بعض الشكوك بتاع مسؤولين في أبل على قدرة الكاسك هذا أنه يفرض نفسه كأن برودوي مهم جدا في اللاين أب بتاع البرودوي الكل بتاع شركة أبل. نذكركم أنه أبل تخدم عندها برشا على الموضوع هذا. كاسك بتاع رياليتي ميكست في أول الأسبوع اللي فات قيدت الاسم بتاع XROS كاسم بتاع السيستم ديكسبلوتاسيون بتاع الكاسك متاعها. فما برشا من الزاناليست اللي أكدوا أنه دخول أبل للمارشي هذا بيش يكون عنده أثر إيجابي على الاندوستري متاع الرياليتي فيرتويل، ويمكن ياسر زادة باش يمنع واحد من البروجي الأساسيين متاع مارك زوكربيرغ اللي هو الميتافيرس. الموعد 5 جوان، تو نفهموا أكثر وين ماشية شركة أبل بالكاسك هذايا. نهار الخميس اللي فات إيلون ماسك بعث رسالة لساتيا ناديلا السيو متاع مايكروسوفت. الرسالة هذه فيها اتهام شديد لشركة مايكروسوفت بالاستحواذ على المعطيات متاع تويتر واستعمالها لتدريب الانتليجنس ارتيفيسيال متاعها. إيلون ماسك في الرسالة هذه كان حكى بشكل مباشر على انه ساعة القضاء قاعدة تقرب. فما برشا اخبار تأكد انه بشكون فما عركة كبيرة ما بين مايكروسوفت وتويتر في المستقبل، ويمكن
ياسر توصل للقضاء. هل هي ضربة متاع كوميونيكاسيون بالنسبة لإيلون ماسك ولا فرصة لي باش ياخذ فلوس مع ميكروسوفت؟ المهم العركة هذه عركة كبيرة ياسر، مش كان مع تويتر كاو شركة ميكروسوفت في قلب اتهامات من مدة فيما يخص استعمال معطيات بتاع دي بلاتفورم أخرين مستعملين زادة للتدريب متاع الانتليجنس ارتيفيسيال. الذكاء الاصطناعي يمثل الوسيلة الوحيدة لشركة ميكروسوفت باش تنجم تخدم على استراتيجية جديدة بازية على كل التعاونات متاحة مع أوبن اي اي بالنسبة لاستعمال تشات جي بي تي. لكن المستقبل زادة يأكد أنه شركة ماشية في الثنية هذه. تنشوفوا الثنية هذه وين باش توصل شركة ميكروسوفت، لكن زادة وين باش توصل مع عركة مع إنسان انفليون كيما إيلون ماسك والبلاتفورم متاعه تويتر. حتى واحد ما يخفى عليه انه شركة ميتا اليوم تحضر في روحها باش تلانسي ان ريزو سوسيال منافس لتويتر. الاخبار هذه حكينا عليها عنا مدة طويلة، لكن يظهر ياسر انه الاخبار هذه ناقصها اكثر وضوح، لانه الريزو سوسيال هذا ما هو الا اكستنسيون الانستغرام. مش معناتها انه الميزات هذوما اللي باش يكونوا مشابهين لتويتر باش يتزادوا الانستغرام في المستقبل. اون كابتور ديكرون خرجت في الويكاند هذا تاكد التوجه نتاع انستغرام الى ان ريزو سوسيال يشبه برشا للريزو نتاع إيلون ماسك بالاعتماد على الفورما بتاع ميكرو بلوغينج ما يتعدش 500 كاركتير المرة هذية، لكن بالمحافظة على الديزاين وكل الخاصيات الأخرى بتاع انستغرام. لحد الآن المعلومات الأولية تأكد أنه الخطوة هذية باش تتزاد الانستغرام، أي أنه موش يكون فما الريزو سوسيال انديبوندوم عن شركة ميتا فيما يخص منافس تويتر. يعني ما حنش نقاو حاجة جديدة كما ماستودون وإلا بلو سكاي، لكن ما هي إلا ميزات جديدة باش تتزاد الانستغرام. الحاجة الثانية هو أنه الخطوة هذه من المنتظر الإعلان عليها بشكل رسمي من طرف شركة ميتا في آخر شهر جوان القادم، أي خلال أسابيع قليلة باش نلقاو قدامنا ميزات جديدة باش تزيد الانستغرام، باش تعطي للابليكاسيون هذه نوع جديد متاع كونتوني. وهكا انستغرام من جهة باش يكون منافس للتيك توك، لكن زادا باش يلعب في المستقبل على الترام تاع تويتر. التسعة تريندينغ باي أريدو مازالت متواصلة، اون باس سبيسيال جيمينغ ستريمينغ في البارتي الثانية. أبرز لجو فيديو والأفلام والسيريات اللي يخرجوا في أول الجمعة هذه.